وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه دكتور مسموح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نعطيكم فكرة أو دراسة جهاز الأنتوي شعاعيا، محاضرة كثير مهمة، لأنه صراحة عدم مقاربة آفات الجهاز التناسلي الأنتوي ممكن تكون كارثة، ممكن نقضي على مستقبل الصبية أو البنت أو المرأة. صراحة دراسة يكون البطن، طبيب الأشعة لازم يقرأ البطن مثل ما يقرأ الكتاب، بدءا بالكبد، المرارة، القناة الجامعة، الطرق الصفراوية، الكليتين، نصف الكظر، البنكرياس، الأوعية المسارقية العلوية، الطحال، الكلية اليسرى، البثانة، عند الذكور ندرس البروستات والحواس المنويين، وعند الإناث ندرس جهاز تناسل الرحم والنخاعات. لا يمكن أن نعدي ألم بطني عند سيدة أو عند أنثى بشكل عام، كبيرة أو صغيرة، إلا أعرج وأشوف الملحقات، لأن ممكن سبب الألم هو الملحقات. لذلك راح ندرس اليوم شيء اسمه انفتال المبيض، كثير مهم وكثير لازم نشخصه مبكرا، لأنه أغلبية الحالات عم تشخص حاليا بشكل متأخر. لو لحقوا المبيض يكون مبيض انفتل ومتموت ومتنخر. الخصية كثير تشخيص سهل، سواء أورام الخصية أو التهاب الخصية، لأنه عضو واضح وظاهر، بينما انفتال المبيض يعتبر من المشكلات التي تواجه طبيب الأشعة أو طبيب النسائية أو حتى طبيب الأطفال. أنا شخصت انفتال مبيض عند طفلة عمرها أشهر صراحة، فدائما أي ألم بطني عنده أنثى لازم، حتى إذا بعثنا طلب إيكو، أو أنت طبيب نسائية أو أنت طبيب نسائية أو طبيب جراحة أو طبيب أطفال، لازم بالتقرير يكون مذكور شيء عن الرحم والملحقات. أول شيء نأخذ لمحة تشريحية. تراكيب الملحقة أو ما يسمى بالملحقات الرحم هي المبيضين وقناتي فالوب والأوعية المبيضية التي تتصل مع الرحم بواسطة الرباط العريض. تمتلك قناتي فالوب ما يسمى الخمل، أو مثل المخلب أو مجاور للمبيض. بعد الإباضة تسبح البويضة في جوف البرجوان لمدة قصيرة، ثم تلتقطها أهداب مثل أهداب الخمل أو المخلب مثل الأخطبوط ولكنها مجوفة. يتم سحب البويضة، لقط البويضة، تنتقل إلى الثلث الوحشي لقناة فالوب أو الثلث الأنسي، حيث يتم الإلقاح ومن ثم التعشيش. شايفين الرحم، عندنا قناة فالوب، وعندنا الخمل أو الخمل أو المخلب مثل بنية مخروطية لها استطالات إصبعية مجاورة للمبيض. يحدث انفتال المبيض نتيجة دوران المبيض. انفتال يعني انفتال دوران المبيض حول الأوعية الدموية. يسبب انفتال كتلة على حساب الملحقات، في المراجع الإنجليزية مكتوب أدينكس ماكس، دائما إذا تسمعوا أدينكس ماكس هي كتلة ملحقات، حيث لا يمكن للرباط المبيض والرباط العريض تحمل وزن هذه الكتلة في الوضعية الصحية، فيحدث اختلال في توازن المبيض فيؤدي دوران. إذا في كيسة، إذا في أندوميتريوز، إذا في خراج، إذا في بنية مجاورة،
انكسار جانب المبيض تؤدي إلى انفتال المبيض. أمثلة كتل الملحقات أورام مبيضية وأورام مبيض متعدد الكيسات أو الكيسات المبيضية الكبية أو أورام البطانة الرحمية الإندومتريوزز والكيسات الجندانية التيراتوما أو الديرمويد سيست. شايفين في الصور آفة كيسية مع ضخامة في المبيض في سياق انفتال المبيض. الأمراضية أول ما يتعرقل العود الوريدي الأوردة بنية لينة جدارها رقيق وذلك أي ضغط أول شيء إيش يتم إغلاق الأوردة وذلك تم الشرايين شغالة وتنسد التروية الوريدية فيصير انتباج وتوذم بالمبيض. في المراحل المتأخرة يتم انقطاع التروية الدموية الشريانية والوريدية وتحدث تغيرات إقفارية في المبيض بسبب نقص الجريان بيصير في تنخر ولكن العلامة المميزة هي ضخامة وفرط صدوية ونقص أو انعدام التروية. الوبائيات يحدث انفتال المبيض في أي عمر ولكنه أكثر شيوعا في مرحلة الطفولة والمراهقة. إذن الأكثر شيوعا انفتال المبيض في مرحلة الطفولة والمراهقة. عند الأطفال الإناث غالبا السبب انفتال المبيض هو كيس الجلدانية أو ورم أجائبي أو يكون أن فتق إرابي. الإرابي يا جماعة كثير أنا شايف يدخل المبيض طرف المبيض بنية مرتبطة بالرحم بشكل مو إذا تسبح بالحوض لما يصير ضغط داخل البطن ويصير عنده فتق إرابي كثير أنا شايفه المبيض موجود وين ضمن الفتق وذلك نبه للجراح لأنه عشان ما يعرف إنه في جوه مبيض ولازم استعجال بالعمل الجراحي عشان ما يصير انفتال المبيض أو تنخره داخل الفتق. للنساء البالغات السبب الأكثر شيوعا هو الكيسات المبيضية. إذا الكيسات المبيضية الكبيرة ممكن تسبب لنا انفتال المبيض. عند النساء بعد سن الظهي أو اليأس السبب الأكثر شيوعا للانفتال هو الأدينوكارسينوما. إذا الأورام المبيض أو كتل المبيض الأدينوكارسينوما تسبب لنا انفتال. كيف نشخص انفتال المبيض؟ أول شيء الصورة السريرية يسألنا ألم مفاجئ تحت الحرقوفية اليمنى أو اليسرى البداية حادة مفاجئة يعني فجأة بيصير ألم يختلف من الألم الزايدة وضع بالحوض بالحفرة الحرقوفية اليمنى أو اليسرى حسب الجهة انقطاع التروية الوريدية تزداد كتلة المبيض أو كتلة الانفتال لكن الاحتشاء جوات المبيض هو اللي يسبب لنا الألم. فحص السريري دوما فيه إنه عن طريق التأمل والجس والقرع والأصغاء حسب كل أجهزة الجسم فحص البطن قد يقلد انفتال المبيض التهاب الزائدة. إذا انفتال المبيض الأيمن تشخيص أفريقي أهلا ندرسه التهاب الزائدة الدودية أو حصات الحالب أو ارتهاب الرتوج. فحص الحوضي في انفتال المبيض يوجد ألم غالبا بالجس في الجانب المصاب وغالبا ما يكون ألم حوضي معمم إذا يكون ألم بكل الحوض ولكن بالجهة المصاب أكثر. قد نجس إذا كان المريض نحيف نجس كتلة الانفتال كثيرا من الأحيان تكون السبب كامن وراء الانفتال. لا يترافق انفتال المبيض مع النزف المهبلي بشكل شائع مثل عند الحمل الهاجر بالعادة يكون فيه شوية نزف أما انفتال المبيض ما بنشوف. تشخيص التفريقي صراحة
تمزق الجريب المبيضي، ألم الإباضة، تعرفون موضوع الألم، موضوع شخصي، تتألم بشدة، ممكن أثناء الولادة كل الجناح أو كل الحارة تسمع صوتها، وفي نساء بتجيب بدون ما نسمع أي صوت. فالألم معيار شخصي، في ناس عندهم عتبة الألم مرتفعة، وفي ناس عتبة الألم منخفضة عندهم. داء الحوض الالتهابي الاندوماتريوزيس، أوفريان أبسس خراجات المبيض، إكتوبيكوغيرانسي الحمل الهاجر، أوفريان تورجين الفتال المبيض، وأسباب نون جينو يكون توزيز مثلا الأبندسايتس و الفريكنيوتز التهاب الرتوج. إذن التهاب الرتوج أسباب متعلقة بالأمراض غير متعلقة بالأمراض النسائية، مثل التهاب الزائدة والتهاب الرتوج. الاستقصاءات المتممة، الاستقصاء الذهبي طبعا والأولي هو الإيكوغرافي، نشوف ثلاث علامات، نشوف أول شيء ضخامة بالمبيض، نشوف فرط صدوية بالمبيض، دائما كتلة مع فرط الصدوية علامة واسمة جدا أكثر من قطع التروية. البداية انقطعت التروية الوريدية وتظل في وجود تروية مركزية وريدية داخل المبيض، يعني في الانفتال في مركز المبيض. أما بشكل عام انقطعت التروية بالمراحل المتأخرة وقلت التوعية أو التروية ضمن المبيض. هاي ثلاث علامات مع الصورة السريرية تعرف مشخصة الانفتال المبيض. دائما عند النساء المتزوجات أنا أفضل دائما أعمل ترانس فاجينال، اللي يكون مهبلي أو اللي يكون داخلي، لأنه يعطينا أحيانا نكون مريضة سمينة، أحيانا نكون في عندها غازات، أحيانا ما يكون في امتلاء للمريضة، امتلاء للمثانة. ولذلك دائما ناخذ ايش الايكو الداخلي او المهبلي، الايكو المهبلي ترانس فاجينال. ممكن نعمل طبقي مع الحقن ونشوف نقص تعزيز الماده الضليله بالمبيض المصاب مع الضخامه. ممكن نعمل رنين بدون حقن. الإيكوغرافي مثل ما حكينا الإيكو عبر المهم يعطي تفصيل وتشريح واضح. ممكن تشوف كتلة الملحقات أو الكيسة المسببة للانفتال، شايفين في عندنا ضخامة في المبيض، شايفين في عندنا فرط صدوية وعندنا نقص بالتروية. إحنا أمام حالة أوفريان تورجين، أو بعض المراجع ممكن تشوفون أوفريان روتيشن دوران المبيض. ممكن تشاهد كمية قليلة من السائل ولكنها غير نوعية. المبيض متضخم في جانب واحد مع جذابات قرصية محيطية متعددة، وسائل حوضي حر، موجودات شائعة ولكن غير نوعية مثل ما حكينا. ممكن نشوف تنخر جوات المبيض خاصة بعد انقطاع التروية الشريانية. من موجودات في الإيكو دوبلر غياب أو نقص في التروية مثل ما حكينا، ولكنها غير مشخصة مثل ما حكينا. المراحل الباكرة تنقطع التروية الوريدية والشريانية ظلت شغالة، كما أن وجود تروية وريدية بمركز المبيض مثل ما حكينا ينفي استبعاد الانفتال. كمان ممكن يعطينا فكرة عن الأسباب الثانية، استسقاء المبيضين، الداء الحوضي الالتهابي، خراجات البطن، ممكن التهاب الزائد الدودية، التهاب الرتوج، الحمل الهاجر،
قد يكون خاطر على بالنا الأسباب الثانية. احنا دائما لما نشخص المريض، المريض عبارة عن معادلة، ممكن نلاقي أسباب كثيرة. تمزق كيسة بيعطينا ألم، الاندوميتريوز مترافقة مع الدورة، الحمل الهاجر، التهاب الرتوج، التهاب الزايدة، زي التهاب العقد المسارقية، فصيات الحالبين، التهاب الحويضة والكلية، كل هاي أسباب شائعة ممكن تقلد انفتال المبيض. إذا تم اشتباه انفتال المبيض يجب أن يتم التشخيص خلال 4 ساعات على الأكثر، وذلك إذا خلال 4 ساعات أو ممكن بعض المراجع 6 ساعات. لازم ندخل قبل هذه الفترة لإنقاذ المبيض، لأنه خلاص تخسر الأنثى مبيض معناته تصير تنقص 50% من فرص الإنجاب، تصير في مبيض واحد، وهذا كثير مهم كثير مهم. مقاربة الألم البطني عند الإناث بدقة، لا يجب التهاون أبدا الموضوع، خاصة الألم الفجائي. دائما المريض لا تراعي من كيسه، دائما في قاعدة بالطب لا تحترم الظروف المادية للمريض، لا تحترم الظروف المادية للمريض، لأنك أنت تعامل مع صحة الإنسان، قد تاويله أو في عندنا أماكن مجانية من شان توفر عليه حق إيكو أو طبقي، ولكن راح يدفع ثمن باهظ بعدين بعلاجات العقم، بالعقابيل العمل الجراحي، ممكن تدمر حياة شخص. أحيانا يكون مريض عنده حمل هاجر استأثر للبوق، بعد فترة صار الانفتال المبيض، والمصيبة إذا صار الانفتال المبيض بالجهة الثانية مقابل الحمل الهاجر، وأنا خلاص يعني فورا أنت المريض بدأ بأطلع الزرع، بدأ يأخذون بويضة ويزرعونها يلقحونها، مش أدبنا نكلف المريضة بمحاولات تنجح أو قد لا تنجح. ممكن نعمل استقصاءات مخبرية لاستبعاد الأفات الثانية، تعداد CBC، تعداد كريات البيض، يكون تعداد كريات البيض طبيعي عادة في انفتال المبيض، وهذا ما يساعدنا في نفي التهاب الداء الحوض الالتهابي أو الخراجات البوقية. دائما يا جماعة باستثناء التهابات البلعوم، عندنا قاعدة بالأشياء لما يكون تعداد أكثر من 20,000 فابحث عن قيح. إذا عندما تجد مثلا إحنا عملنا يكون وشفنا المبيضين طبيعيات الرحم طبيعي وكان تعداد عالي أكثر من 20,000، يجب أن نفكر بالخراجات. دائما لما يكون تعداد أكثر من 20,000 فكر بالبحث عن خراج أو قيح، إلا في حالات أنا شفت التهابات بالعوم يا جماعة، التهاب الوز بيرفع التعداد ل 19,000 ولا 20,000. إذن إحنا ممكن نفكر بالأسباب نون جاينو إيكوجينيك كوزز، مثلا التهاب الزايدة أو التهاب الرتوج، نفكر بالأسباب غير متعلقة بالأمراض النسائية. فإحنا دائما يجب أن نفي الأسباب الثانية، وحتى إذا وجد عندنا آفة مبيضية، نفرض أن كيسة مبيضية ولكن وظيفية، حتى فسد جزء من الألم، يجب أن نشوف الكلية، نشوف الحالبين، بنشوف الزائدة، ضروري جدا. أمس من فترة مريض ألم قورنجي، يعني عنده استسقاء بالكلية وعنده حصات حالب واضحة، لكن عم سكنات، لكن الآن ما عم فين. آخر شيء طلع شوف سوء حظه مع حصات الحالب ترافق مع التهاب زائد دودية وتفجرت، وإحنا عم نشخص إنه هاي تم التشخيص على إنه خلاص حصات. ليش؟ لأنه الطبيب اللي يكون أو طبيب بولية ما طلع الزايدة، خلاص كان عنده زحمة بالمشفى، كان عنده كذا، فشاف خلاص في توسع في حصات حالب خاصين،
فسر الألم لك يا أخي. بعدين المريض راجع وأنه يتبين أنه زايدة مفجورة. دائما إذا وجدنا تشخيص يجب أن لا نفرح، ممكن نبحث عن مرافقات ثانية، لأنه ساعة النحس ما بتعرفون أم تتجي، ممكن يكون أنه في أكثر من شغلة النفس المريض، مثلا يكون عندنا كسر كولس برأس الكعبرة بنفس الوقت لازم نطلع العظم الزورقي. كثير ما تشارك عظام رأس الكعبرة مع كسر الزورقي، أو كسر رأس الزند أو الناتي الإبري مع كسر العظم الزورقي. إذن عندما نجد تشخيص يجب أن لا نفرح، ويجب أن نبحث عن أشياء أخرى. فيجب دائما الفحص يكون كامل، بحيث طبيب الإيكو يقرأ البطن مثل ما يقرأ الكتاب من الألف إلى الياء. الموضوع الثاني هو موضوع سرطان المبيضة. صراحة سرطان المبيض غالبا ما يتم تشخيصه كمان بمراحل متأخرة، للأسف الشديد. ليش؟ لأنه المبيض يسبب ما في صوت عند الكل. نعم حكيم، في صوت، تفضل.
تمام شباب، هل الصوت واضح حاليا؟ ايه واضح. حكينا وين قطع البث، وين اكثر شيء انقطع؟ عند سرطان البطانه، عند الوبائيات. عند السببيات. تمام تمام سرطان المبيض يا جماعة، الخلايا المبيضة ما تكون خلايا ظهرية، وهي الأشياء الخلايا الظهرية هي نفس المصلية اللي تغلف المبيض. من أورام المبيض، أورام المبيض تنشأ في جو واسع من الحوض، وذلك تشخيص معضلة حقيقية. في العادة ما بيشعر أي شيء إلا تكون تشر، صار في نقاء البطن، صار إنه حبل. ممكن يكون الخلايا الإنتاشية، الورم الإنتاشي، سرطان الخلايا الجنينية، سرطان المشيمانية، ورم الكيس المحي، والورام المصفية أو الكيسات الجدانية التيراتوما. ممكن يكون على خلايا اللحمة، يعطينا الأورام الليفية، أورام لايدينج والسيرتولي، وأورام الخلايا الحبيبية. الأورام الأخرى تتضمن طبعاً النقائل والليمفوما. أشعة النقائل تكون من الثدي والرحم والخباثات البلية المعوية والمعدية. يومياً 20,000 حالة من سرطان المبيض. خلايا تنشئ 15%، خلايا الأورام الظهرية 75%، أورام اللحمة 5 إلى 10%، أورام الخلايا الإنتاشية 15%. هناك بعض المكونات الوراثية لسرطان المبيض حيث يزداد خطر النسبي إذا كان قريبتان من الدرجة الأولى مصابتان بأورام الإنجيل 1.5. إذن أورام المبيض هي أورام تجي بشكل عائلي مثل أورام الكولون أو أورام الثدي. كيف نشخص سرطانة المبيض؟ تتظاهر المريضات غالبا بشكوى غير نوعية، فقد الوزن، انتفاخ البطن، عدم ارتياح مبهم في البطن والحوض، أو الشعور بوجود كتل حوضية. دائما يا جماعة أي مريض عنده نقص نوعي أو نقص وزن بدنا نفكر أولا بالخباثات. أي مريض عنده نقص وزن يجب أن نفكر في فورا الخباثات. طبعا فقد وزن ما هو تابع لا لحمية ولا لكيتو ولا لقص معدة ولا أي شيء. أي نقص وزن بدنا نفكر بالخباثات. يتظاهر بعض المريضات بشكل حاد إذا كانت الكتلة كبيرة تسبب انفتال. حظ المريض كويس إذا صار في عنده انفتال وعملت ألم حوضي حاد قبل ما يوصل لمرحلة النقائل، أو يكون عنده حبل. عوامل الخطورة الواجب أخذها التركيز عليها من قلة الإنجاب، حمية عالية الدهون وعالية اللاكتوز، تأخر إنجاب. صراحة أورام المبيض وأورام الثدي شائعة يا جماعة، شائعة جدا. أي مريضة عندها تأخر إنجاب أو عدم إنجاب أو عقم، هي متزوجة حظ من السنة، فورا هذول يتطور عندهم أورام مبيض وأورام الثدي. إذن أي سيدة عندها تأخر إنجاب أو عدم إنجاب، انقطاع الإنجاب، يجب أن يتم هناك استقصاءات دورية بالإيكو أو الطبقي، لأنه هذا من ممكن أو شائع جدا تطور عندهم أورام الثدي وأورام المبيض، أورام الثدي وأورام المبيض. إحصائية أن حبوب منع الحمل لها تأثير واقعي. الحبل والكتلة الحوضية والدنس هي علامات متأخرة في الفحص السريري. الحبل صار في انتشار ضمن البيتوان. في أغلب تنشآت المبيض للأسف لا تظهر إلا من مراحل متقدمة. المجنمة شو وسمة الورمية
السيئة 125 تكون مرتفعة عند معظم العباد، لأن هذا اختبار ثلاث مبيض ولا يشتغل في آلات نسج عموما. إذن مواسمات ورمية دائما لما عندنا آلام غير مبهمة، عندنا نقص وزن، عندنا ارتفاع سرعة التثفن، والاستخصاءات الثانية الجزئية بدنا نلجأ للوسمات الورمية. اعتبر الإيكوغرافي للحوض أكثر وسيلة تصميم تستخدم أجهزة المشاهدة المبيضة المشتبه بها. ينبغي استخدام كل من الإيكو عبر البطن والإيكو عبر المهبل، حيث أن الإيكو عبر البطن يؤمن مسح هاما للحوض، التقييم الأعضاء الحوضية والبحث عن البخوات الأحادية أو انتقالات الجوانية، إضافة العطور على السوائل الحرة. الإيكو عبر المهبل يحدد انفلال الآفة ومدير المحققات بشكل أكبر. جواب دار ملون موجودات الشرائية تبين لنا عليكم حجم المزيان في حجم المزيان أكثر من 18 سنتيمتر مكعب هذا سيدة قبل سنة الضهي، أو أكبر من 8 سنتيمتر سيدة بعد سن الضهي، فهذا يعتبر أمر غير قبيح. هذه ورمة بيضة. أنا صراحة فيها ضخامة بسيطة من المبيض بدون وجود أي كتلة واضحة، ولكن لما نبدأ لديها حبل كمل يكون عبر المهبل وشوف المبيض بشكل أبين الطبيعي ممكن زيادة ضخامة، وجود ضخامة مع وجود حبل هذا ممكن عند كتلة المبيض ما تفهم معانا بشكل واضح، ما تفهم معانا بشكل كتلة تكون مرحلة مبطنة. تم دراسة المبيض بشكل جيد واستأثر المبيض إلا بالدراسة النسبية تبين وجود سرطان، ولم تظهر وجود كتلة المضار ضخامة خفيفة ووجود سائل حر حبلي. شيء يذكر بالتشخيص التفريقي لانفتال المبيض بريان ماسيف أوديما، تشوفونه بالمراجع. خدمة المبيض هائلة، يكون مثل الفتال في ضخامة، ولكن الفتال في زيادة بالصدوية، هون يكون في نقص بالصدوية، هون يكون في تروية، يسبب ألم متردد. صراحة السبب هو الانفتال الجزئي، يصير انفتال جزئي ويرجع يتراجع ردود. هاي مشان إذا سمعتوها أريدك بالتشخيص التفريقي فريان مسف أوديما أو ودمة المبيض هائلة. بالنسبة لضخامة المبيض كمان الموجودات التشخيصية بالإيكوغرافي لسرطان المبيض خط الحجم نشوف آفة مختلطة سيست ماس كيسية نسيجية، نشوف آفة كيسية محجبة، نشوف فقط آفة كتلية صلبة. السرطان المخاطية كثير تشخيصها صعب لأنه تعطينا آفة عالية الصدى تشبه الغازات، فما نميزها إلا صراحة بالطبقة. سرطان المبيض المخاطية كثير أو المكسيد المختلطة والمكسويد المخاطية كثير صعب تشخيصها، اللي يكون بين مثل الأمعاء مثل الغازات إذا ما دققنا كثير ما راح تبين معنا، لذلك تعتبرنا وذلك دائما بالطبقة بين معنا أي آفة بجوا مركبة شحمية زايدة بين معنا بشكل واضح بالطبقي. الموجات الصدوية نشوف كتلة ملحقات، جدران السمكة غير منتظمة، نشوف كتلة ملحقات مع مركبات صلبة غير منتظمة، نشوف كتلة ملحقات مختلطة مع مركبة كيسية أكبر من 10 سنتيمتر،
كيس ملحقات فيها حجب داخلية، أو نشوف كيسة فيها مركبة كيسية داخلها مثل تعطي علامة الخاتم، يعني مركبة نسيجية ومركبة كيسية. ممكن نشوف كتة كيسية محجبة، وجود الحبل أيضا، دائما وجود الحبل يجب أن ننفي سرطان المبيض. الكتلة المبيضية يتضمن كل أورام اللي في الأورام السليمة والخبيثة، الكيسات المبيض والانفتال والأورام البطانة الرحمية والإندوميتريوزيس. الموضوع الثاني صراحة تشخيصه سهل، العادة يتم تشخيصه بشكل مبكر، والسرطان بطانة الرحم. أقسم الرحم، يقيس الرحم طوليا بين 6 إلى 8 سنتيمتر للنساء قبل سن الضهي، ينقص حجمه يصبح 4 إلى 6 سنتيمتر بعد سن الضهي، لن ينقص حجم الرحم. اسم الشريط البطاني، شوف دائما يقوله خط أو خط الانطباق الرحم نسميه، خط الانطباق الرحمي الشريط البطاني في تقارير يكون في القناة البطانية الرحمية، ويجب أن لا يتجاوز سمكته 14. إذن أي سمكة أكثر من 14 قبل مرحلة الضهي أو 5 ملم إذا كانت بعد سن الضهي. يمكن أن تزداد سماكة الشريط البطاني عند المريضات الخاضعات للمعالجة بالتاموكسيفين بشكل طفيف. إذن عند مرضى معالجة بالتاموكسيفين مثل أورام الثدي عندنا علاج الهرمون التاموكسيفين يصير في عندها سمكة عادي، ولكن بعدم وجود التاموكسيفين وجود سمكة أكثر من 14 ملم هي علامة مريبة. إذن أكبر من 14 ملم قبل مرحلة الضهي أو أكثر من 5 ملم بعد سن الضهي أو اليأس. أقل السببيات في مرحلة نشاط التناسل تكون بطانة الرحم بشكل طبيعي في النصف الأول من الدورة الثلاثية من مرحلة الناس تصبح بطانة الرحم ضامرة ولا تستمر بالتكاثر. من المقابل يمكن أن يحدث التكاثر غير طبيعي لبطانة الرحم بسبب الأستروجين غير المعاكس أو بسبب الأورام السرطانية الأودية والسرطاوية. تعرفون النصف الأول أستروجين، النصف الثاني بروجستيروني، وجود خربطة أو اضطراب بالهرمونات أو استمرار الطور الأستروجيني وغياب الطور البروجستيروني، هو غياب أو يكون من المميزات لسرطان بطانة الرحم. الوبائيات تعتبر كارسينوم بطانة الرحم أشعة الخباثات النسائية، خباثات النسائية في ناس بعض المراجع ترجح سرطان الثدي أشياء، ولكن حسب المرجع وحسب الإحصائيات الموجودة بكل بلد. النساء في عمر الخمسينات والستينات هي الأكثر نظرا للإصابة. سرطان بطانة الرحم أقل شيوعا من كارسينوما، وهناك مجال واسع لعمر الإصابة بين 40 إلى 60 سنة. إذن الكارسينوما هي الأشياء، سرطان قليلة، سرطان بطانة الرحم أقل شيوعا. بشكل عام أي نزف يا جماعة، أي نزف بعد سن الياس، وعملنا إيكو شفنا عدة تجانس وسماكة في البطانة الرحمية وهو سرطان باطن الرحم حتى يثبت العكس. الخطورة مثل البدانة، عدم الإنجاب، العلاج بالأستروجين، وبدء الطمث المبكر أو قطع الطمث المتأخر إلى أي مستويات، يزداد فيها مستوى الأستروجين. تشخيص سرطان المبيض، تاريخ المرض، استجواب، العرض الأكثر شيوعا هو النزف، إذن النزف أي نزف بعد سن اليأس هو سرطان حتى يثبت العكس. معظم النزف قبل سن اليأس يكون نزوف وظيفية، ولكن يجب حتى قبل سنة أن نستبعد سرطان من باطن الرحم
حسب السمكة البطانة وعدم انتظامها. الفحص السرير يوضع وجود دم في فوهة أو الرحم. يمكن مشاهدة أنسجة متدنية كما نشاهد من عنق الرحم من فوق باطن عنق الرحم كما نشاهد في الساركوما. ضخامة في الرحم أو ممكن نشوف أورام ليفية عضلية ممكن نشوفها موجودة أيضا. تفريق الإنسان لو وجد ظهرنا بنزف سحب بأسنة الياس. الأورام الليفية الرحمية النازفة فرط تصنع بطانة الرحم وليبات بطانة الرحم سرطان عنق الرحم والانتباه البطاني اندوميتريوزس والآثار الجانبية للإستروجين المعيض. استقصاءات متممة قد تكون مسحة عنق الرحم مفيدة إذا كانت إيجابية ولكن سلبيتها لا تنفي. إذن فابنيكولا قد تكون مسحة عنق الرحم مفيدة إذا كانت إيجابية ولكن سلبيتها لا تنفي. نجي للاستقصاءات الشعاعية وسنتحدث عنها بالتفصيل. الاستقصائية الأولى دائماً هي الإيكو عبر المهبل طبق محوري وتصوير برامي. ذات الإيكو وجود تسمك وارتفاع صدى المركب. إذن نشوف ارتفاع في سماكة البطانة هذا في سماكة البطانة الرحمية وارتفاع الصدى البولي بيعطينا تسمك بيضوي لبطانة الرحم ولكنه منتظم الحواف وصلويته عالية. سرطان بطانة الرحم نشوف زيادة في السمكة أكثر من 14. نشوف الميحاء بخط الأطباق الرحمي علامة تيمون خط الأطباق الرحمي. هذه العلامة نشاهدها أيضا في علامات التعشيش لما يكون في عندنا حمل وعلامات التعشيش. هذا خط الأطباق الرحمي وجود خط الأطباق الرحمي علامة مريحة نوعا ما. كيف الفرق صدوية سماكة واضحة سرطان هذا السرطان بطانة الرحم. وجدت على الطبق المحوري الطبق المحوري صراحة بنشوف نقص كثافة عكس الليكو فرط صدوية فنشوف نقص كثافة نتيجة وجود النزف جوات الرحم. وجود سائل ضمن القناة الرحمية يعطينا نقص شديد نقص كثافة الطبق المحوري كثافة مدورة ضمن جوف الرحم ناقصة الكثافة الشعاعية. نوعية الليكو صراحة هي البطانية وجود سائل ضمنها يمكن أن ينجو عن وجود ورم رحمي ساد للفوهة. إذن ممكن نشوف في سائل النزف موجود من جوف الرحم أول البطانية أو فيها في الموضة أخرى. يعتبر تضخم الرحم موجودة غير نوعية يمكن مشاهدة في حالة الأورام الليفية والأعضاء الغدي الإندوميوزيز. النقاط الهامة من كل ما سبق النقاط المفتاحية. إذا انفتال المبيض هو نتيجة دوران المبيض حول أوعية المبيض فتنقطع في البداية التربية الوريدية ثم تنقطع التربية الشريانية. الشمال تظاهر بانفتال هي الألم الحوضي الشديد باليمين أو باليسار. يجب أن يتم التداخل خلال أول 4 ساعات. أخف في تشخيص المبيض يعني تموت المبيض وتنقص نسبة الإنجاب بنسبة 50%. الدراسة النوعية هي الإيكوغرافي نشوف في ضخامة بالمبيض فرط صدوية بالمبيض
واضطراب نقص مياه التربية الدموية. فقط عندما التربية المراحة متأخرة سنة عندما كامل نقص التروية جوات المبيض، وجود تروية وريدية في مركز المبيض ينفي الانفتال. يجب أن نفكر بالأسباب الثانية بسبب الألم الحوضي مثل الحمل الهاجر، مثل الاندوميتريوزيس، مثل التهاب الرتوج والتهاب الزائدة أو الحصيات الحالبية أو تمزق كيسة الإباضة أو كيسة وظيفية مختلطة. ضمن سرطان المبيض تصنف أورام المبيض تبع لنوع خلية المنشأ. تنشأ الأورام المبيضية البدئية من خلايا إنتاشية أو خلايا اللحمة أو خلايا ظهرية. أشياء الخلايا الظهرية أو المصلية 75%. تتضمن الأورام المبيضية الأخرى النفامة والنقائل. أشياء النقائل تأتي من الرحم أو من الثدي أو الرحم أو الخباثة المعدية المعوية. تعرف من أورام كروكنبيرت. التنشئات المبيضية الصامتة غالبا يتم تشخيصها بمراحل متأخرة مع وجود نقائل بعيدة في 65% من الحالات التي تشخيصها بمراحل متأخرة. أي مريض عنده نقص وزن أو عنده حبن أو عنده انتفاخ أو عدم ارتياح حوضي أو كتلة حوضية. أي مريضة ليس لديها إنجاب يجب أن تخضع لفحوصات دورية حتى لو لم تشتكي من أي شكاية. أي مريضة عندها تأخر أو توقف إنجاب لفترة طويلة أو عندها عدم إنجاب أو عندها عقم بدئي أو ثانوي يجب أن تخضع لفحوصات دورية. أي مريضة لديها قصة عالية أيضا يجب أن تخضع لفحوصات دورية. السرطان بتطرح صراحة تشخيصه سهل بس إنه ليس يتظاهر بنزف لا يستجيب على الأدوية ضد النزف العادية. أي نزف بعد سن اليأس هو سرطان حتى يثبت العكس. السماكة في البطن الرحمية أكثر من 14 ملم يجب أن تستقصى. السماكة أكثر من 5 ملم بعد سن الظهر كذا تعتبر ورمية حتى يثبت العكس. يجب أن نشوف لك الفرق في الصدمية والفرق في سماكة الرحمية هذه هي خط انطباق الرحمي أو المحاء خط انطباق الرحمي. هذا معنا بالطبقي كتلة ناقصة كثافة شعاعية وبنشوف كتلة موجودة بالعنق مثل بوليب شد الفوهة الباطنة ويتجمع السائل النزفي ضمن جوف الرحم. دائما أي مريضة لديها نزف يجب أن نكتفي بفحص الإيكو. أي مريضة لديها نزف يجب أن دائما أورام عنق الرحم صراحة لا يتم كشفها إلا بالمعاينة العيانية. أنت طبيبة نسائية عندك مريضة تابعين بشكل دوري الإيكو ما أعطاك معلومات ومريضة عندها شكاية يجب أن يكمل الفحص بالفحص العياني بالحق سبيكينو نكشف عنق الرحم نشوفه بعيننا تغير لون تغير البطانية يعطينا مظهر واضح صراحة وفينا حتى نأخذ مسحة من عنق الرحم أو بطانة الرحم ونبعثها للدراسة النسيجية. يعطيكم العافية جميعا. حدا عنده أي سؤال؟ هل الصوت مسموع؟ حدا عنده أي سؤال؟ إيه مسموع الصوت. حكيم مكتوب إذا توسعت القناة فإن هذا يقترح أفسد القناة. إيه قناة فالوب يعني؟ إيه قناة الباطن الرحم. قناة الرحم توسعت وشفنا تجمع سائلي
جوات جوف الرحم تتوسع القناة. احنا قلنا الرحم بالحالة الطبيعية إلا بحالات بعد الولادة تصير مفتوحة شوي صح؟ الرحمة إن قاعدة أخذتها بالتوليد الرحمة المليء لا ينطبق. وجود سائل أو تجمع نزفي جوا جوف الرحم قناة الإطباق الرحمي تفتح معنا. شو السبب بدنا نفكر بآفة موجودة بين العنق؟ الذكر مريضة طبعا من الأسباب الأخرى تسبب الشيء هذا التيبين. مريضة ما عندها أي أنواع من أنواع السل، كان عندها تجمع سائلي وعندها تعرق ليلي وعندها آلام حوضية غير نوعية. راحت نسبنا تجمع سائلي طلع مع المريضة عندها السل باطن الرحم، سل بعض عمل تجمع تجبني ضمن جوف الرحم. من الأسباب الأخرى هي سل باطن الرحم. وجود آفة سادة بالعنق مثل انسداد غشاء البكارة عند النساء، لما يصير الدم الطمثي يتجمع وين؟ تستسقي أو تتوسع، وإذا تجمع السائل بكمية كبيرة ممكن تستسقي حتى البوقين، ممكن ينتشر السائل عبر البوقين إلى جوف البريتوان. أحد عنده أي سؤال ثاني؟ دكتور بالنسبة ل مكتوب بالكتاب إنه من التشخيص التفريقية لنزف بعد سن الضهي هو الانتباذ البيطاني الرحمي، ليش هو ما لازم كمان يوقف ضمن يعني هذا السن إنه ما كان يضل عندي أي نزف طالما وقف الطمس؟ صراحة الانتباه الاندوميتريوزيس هو لازم عملية لازم توقف الدورة، ولكن الكيسات الشوكولاتية تبقى من الأسباب اللي تسبب الألم الحوضي، لأنه بعد ما وقف الدورة إيش طلع لنا؟ طلع لنا عبارة عن كيسة شوكولاتية هي موجوعة تجمع الدم النزفي سابق، ظل متجمع فممكن يتعرض للإنتان أو للاستحالة فيسبب لنا ألم بطنية، ممكن حتى يسبب لنا داء الحوض الالتهابي. مزبوط لازم توقف، ولكن هذا التجمع السائل كان موجود من قبل ممكن يتعرض للانتهان يتعرض للاستحالة فيعمل ألم بطني. حدا عنده أي سؤال ثاني؟ أعطيكم العافية يا شباب، المحاضرة سلسة وصغيرة ومهمة كثير، يعني أتمنى لأنه ولا أنتم طلاب بكرة بالحياة العملية بعياداتكم لما تصيروا أطباء مختصين أو مقيمين راح تواجهون والخلطة صراء الغلطة بألف يوميا عم نشخص حالات يوميا. فالمريض أمانة بأعناقنا، المريض ليس رقم، المريض ليس معاينة 100 ليرة أو 50 ليرة، المريض هو كائن عنده حياته الاجتماعية، عنده عائلته، عنده ظروفه، وفضح حاله يجوز ترك عمله، يجوز أخذ إجازة من وظيفته، يجوز ترك شغلات كثيرة لحتى قدر يوصل لعندنا. أي مريض تفحصه بحياتك العملية اعتبره أول مريض، أي مريض. وصراحة الأمراض النسائية بشكل عام تشخيصها نوعا ما سهل، بس إذا أعطينا المريض حقه، أي مريض يجيك اعتبره أول مريض يمر عليك بحياته، والمريض عبارة عن معادلة من الدرجة الأولى وكل معادلة من الدرجة الثالثة، ولكن بالنهاية لازم يكون في حل للمريض. دائما إذا وصلنا لنقطة مسدودة نبدأ من الصفر، أو ممكن نعمل استشاراتنا ثانية إذا ما في شيء من الناحية النسائية، نعمل استشارة هضمية، استشارة بولية، نعمل استشارة داخلية، في أسباب كثيرة. الله يعطيكم العافية وشكرا جزيلا لكم. السلام عليكم.